مشاهدينا، تتواصل لليوم الثالث على التوالي احتجاجات في أماكن متفرقة من البحرين عقب وفاة سجين متأثرا بفيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت الأربعاء إن السجين حسين بركات الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد توفي بعد أن أصيب بفيروس كورونا. وذكرت الوزارة أن بركات تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في مارس الماضي. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور جلال فيروز، العضو السابق في البرلمان البحريني. أرحب بك دكتور جلال. أولا، من هو حسين جلال وما سبب سجنه، وهل له انتماءات سياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليكم وإلى المشاهدين الكرام. حسين بركات ناشط سياسي فقط لأنه كان ينتمي إلى يعني مؤسسة سياسية، تيار يسمى تيار الوفاء، فاتهم بأنه ينتمي إلى هذه المؤسسة الغير مشروعة، حكم عليه تصوره بالمؤبد. طبعا في البحرين هناك المئات ممن تم الحكم عليهم بالمؤبد فقط لأنه يعني تجرؤوا وخرجوا في مسيرة وعبروا عن احتجاجاتهم وما إلى ذلك. لدينا اليوم زهاء 4000 معتقل سياسي في البحرين. البحرين تعد هي الدولة رقم واحد في نسبة إلى السكان لوجود هذا العدد الهائل من المعتقلين السياسيين. طبعا الرجل أيضا ابنه علي أيضا معتقل، وهو قبل تقريبا أسبوعين يعني استطاع عبر الهاتف أن يتحدث مع زوجته وقال لها انقذيني وأعملوا شيء لي لأنه أخاف أموت، أني أنا مصاب بوباء الكورونا ولا يكون هناك أي اهتمام بي. طبعا هل الاحتجاجات تشير إلى عدم إهمال؟ هل الاحتجاجات سيد دكتور جلال، هل الاحتجاجات تشير إلى عدم ثقة المتظاهرين بما أعلنته الحكومة؟ طبعا يعني الناس تعلم ما هي الحقيقة. هذا ليس أول معتقل يعني يتوفى في داخل السجن نتيجة للإهمال. كان هناك عباس الموالي قبل عدة أو عباس مال الله قبل عدة أشهر، وهذا أيضا واحد. وللأسف طبعا هناك حتى منظمة العفو الدولية صرحت بأن لديها الوثائق التي تثبت بأن هناك هذا التقصير الكبير والإهمال المتعمد من قبل أنظمة السجن فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين في معالجتهم وما إلى ذلك. بالأساس طبعا لم نسمع أن هناك في داخل سجون الإمارات أو خلينا نقول قطر أو أي مكان أيضا آخر في الخليج تسرب هذا الوباء، لأنه السجن ممكن احتواء من يدخل إلى السجن إلى من يخرج إلى السجن، ولكن للأسف الشديد منذ عام واحد دخل هذا الوباء وإلى الآن النظام لا يستطيع أن يعني يعمل أو لا يريد كأنه أن يعمل شيء. بطبيعة الحال الناس درجة الغضب عندها درجة كبيرة، وتصور أستاذ الكريم بأن لديك 4000 معتقل سياسي، هؤلاء لديهم زوجات وأبناء أو أمهات وآباء، فبطبيعة الحال يكونون على وجل. هؤلاء يعني كثيرا ما نشهد خلال هذه الأيام أمهات المعتقلين أو زوجاتهم يخرجون في مسيرات نسائية ويعني على كل حال دكتور جلال، على كل حال نحن سمعنا عن في أكثر من دولة عن إصابات بكورونا لدى المعتقلين، ولكن بالحديث عن الإهمال الطبي، وزارة الصحة تحدثت عن أنه حسين قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، ألا يتناقض ذلك مع الحديث عن إهمال بحق المعتقلين؟ هناك ادعاء بأنه حصل على لقاح، ولكن إلى أي درجة هذه حقيقة؟ تبقى المسألة يعني تحتاج إلى
لجنة تحقيق مستقلة، ولكن بالدرجة الأساس لماذا لم يتم يعني الاهتمام به وأخذه إلى العناية القصوى؟ وطبعا كما يحدث لدى المرضى المصابين بالكورونا يتم تحويلهم على المستشفيات، لماذا لم يتم ذلك؟ لماذا هذا الإهمال إلى أن توفاه الله؟ فقط قبل ساعات من وفاته تم أخذه إلى المستشفى بعد أن طبعا سقط وما إلى ذلك. المسألة هنا بأنه هناك اليوم حوالي 120 أو 125 حسب الإحصاء من المعتقلين المصابين، هؤلاء أيضا معرضون بأنه يعني لا سمح الله يعني يقضون نتيجة للإهمال. طبعا مسألة الإهمال في معالجة المعتقلين السياسيين، المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة قبل 6 أشهر في جنيف ذكرت بأن هناك حالة من الإهمال، وذكرت قائمة بأسماء المعتقلين الذين ينبغي أن يتم علاجهم، على رأسهم القائد السياسي الأستاذ حسن مشمع والدكتور عبد الجليل السنجيس وغيرهم. لا يكون هناك اهتمام إلى هؤلاء، لأنهم يعدون في عرف النظام بأنهم معادين إلى الحكومة. دكتور فيروز جلال فيروز العضو السابق في البرلمان البحريني، كنت معي عبر سكايب من لندن، شكرا لك.